Okay, fourth grade, we are on page 5051 on workbook. We have three questions. Question number one, read the underlined word, write them in the correct box. We have three boxes, عنا verbs, adjectives, and nouns. الverbs دائما بيكون هو الاكشن, هو الفعل, دائما بيكون بعد السبجكت, okay? بيكون بعد الفاعل وبدل على الاكشن على الفعل. اما الادجكتيفز فهي بتوصف الاسماء او الاشياء زي ما حكينا, ما بتوصف الفعل, توصف الاسم. نحكي beautiful flower, good boy. And nouns يعني الاسماء, هي كل اسم, اسم الاشياء, اسم الاشخاص. بس عنا ما بدي اياكم تخربطوا يا رابع بالverbs. الverbs هو فعل سواء مضارع او ماضي, سواء في الباست او الكونتينيوس او البيرفكت, سواء باست او بريزنت, كله فعل, ودائما بيجي بعد البروبوزيشن, بعد حروف الجر. اوكي يس. نمبر 1, عشان نكون fair enough راح نفتح على اللي رافعين ايدهم بالاول. يس عمر. يس تيتشر. جود مورنينج. جود مورنينج تيتشر. يس عمر. كويشن نمبر 1, عندنا I won a trophy. 1 verb صح؟ نعم محطوط لنا هنا. اوكي a trophy. Nouns. Excellent. عند بوكس النونز. تروفي يعني كأس, والكأس يعني اسم إشي, معناته هاي بدي أطلع كل الإجابات. لا خلص, تروفي نون آخر إشي بنكتبهم. طيب بدي إياكم تكتبوا ملاحظة صغيرة يا حلوين, إنه الأ والآن والذا تحت بعض, اكتبوهم تحت الأ. أ وآن وذا دائما بيجي بعدهم اسم بدون ما نفكر, بدون ما نشوف. أ آن آن ذا, هدول بنسميهم الارتيكل. ارتيكلز يعني أداة التعريف أو حروف التعريف. أ آن وذا ما بيجي, مستحيل يجي فعل وراهم, دائما وراهم اسم. اوكي ثانك يو عمر. يس سعد. جود مورنينج. جود مورنينج يس سعد. This bed is hard. Bed nouns, hard adjectives. Excellent. Bed تخت, سرير يعني باسم الاشي, وhard يعني adjective لمين؟ للبد, للنون. Excellent. Thank you. Yes, Zed. Hello, Zed. Hello. Yes. Number 4. 3. Number 3. Oh, sorry. 3. Yes. My new chair is very comfortable. New صفات. Excellent. Share. Adjectives. Chair, nouns, comfortable, adjectives. Excellent. Good boy. Great. You are great, Zed. New, جديد, بتوصف الشير, وcomfortable برضو توصف الشير. التنتين بوصفوا الأسماء, التنتين adjectives, will it chair, noun. Excellent. Zed. Yes, Sundos. Yes, teacher. Good morning. Good morning, teacher. Yes, number 4. In basketball, you have to bounce the ball. Bounce, bounce. إيش يعني bounce؟ يعني تطزها على الأرض.
تضربها على الأرض. Yes. Verb. Excellent. Pounce بالverb. بدي اياكم تكتبوا كمان هنا ملاحظة حلوة عند نمبر 4 انه دائما thank you سندس انه دائما 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 بعد to على طول ايش verb. اوكي بعد ال a and the حكينا بيجي noun بعد ال to دائما فعل. هدول الأشياء بيساعدوكم يا رابع لقدام شوية في إنه تعرفوا تستخرجوا من ال تعرفوا تستخرجوا من من القطع فعل واسم لأنه بكونوا إيش طالبين منكم هذا الأشياء وتعرفوا تميزوا بين الكلام. فهاي الأشياء بتساعدكم بعد تو بعد البروبوزيشن إيش حكينا بروبوزيشن تو بعد have to, has to, had to بيجي عنا verb. يلا قصي دورك اصلا على على الليست تاعت البارتيسيبيشن. يس قصي. يس تيتشر. Good morning. Good morning. How are you? I'm very well, thank you. Yes, number five. His toy broke, but it was very cheap. هلأ broke verb cheap adjective. Excellent. Good boy. عنا broke يكسر هو الفعل وعنا very cheap إيش هي very cheap اللي هي اللعبة وصف الأسماء. Excellent. The last one عنا على الليست جنان أبو شاويش. Amen. Good morning جنان. Amen. Yes. Good morning. Turn. Yes, Jinan. Verb. لا لا انت read the full sentence. Turn. Turn left at the roundabout. Excellent. Turn يعني verb. Excellent يعني اذهب يمين او لف يمين او اتجه يمين. طيب ايش راوند اباوت؟ نيم. اكسلنت جريت جريت جيرل نيم لانها اسم الدوار اسم الدوار. اوكي يو هاف تو رايت اول ذا ووردز بليز. راح اعطيكم جوست اوكي خليني اصورهم عشان ابعتهم على الجروب. اوكي question number 2 circle the odd one out. the odd one ايش حسب ايش حسب ال type او حسب ال kind تاعهم اذا كانت الها دخل ولا ما إلها دخل. أوكي شوف مين على الليست. دور وسام. يلا مس. Good morning وسام. Good morning teacher. Yes عندنا pounds يعني ير يعني بطزها بإيده أو ما بعرف إيش قالوا. ladder سلم catch يلتقط أو يمسك through يلقي كلها إلها خص في البول في الطابة إلا كلمة واحدة اللي هي لدر سلم صح؟ Yes number two وسام. ريبر. لا عنا استنى شوي left يعني يسار right. بس أنا كنت أقرأ الثالثة ما شفتش الثانية. طب طب اقرأ الثانية يلا يا رغد. left. Yes. يلا يلا كمل. left left right straight on. اوكي really left right straight
straight on early. Early يعني ايش معاني الكلمات يا يسار؟ right يمين straight on دغري. excellent. early باكرا او بدري. بقولك I wake up early. excellent. early تدخلها بالاتجاهات. شكرا يا رغد لانك سايبه الحصه وسايبه الحل وقاعده تكتبي على الشاشه. خلينا نشوف رهف زهران. ثانك يو وسام. يس رهف. Good morning teacher. Good morning. Yes, number three. Okay. Repair sheep. Sheep. H. حكينا ال SH معناها إيش؟ زي sheep غنم. إذا حكيتي عنها sheep بتصير غنمة. Sheep. Expensive. Modern. Modern. يلا إيش معاني الكلمات؟ إيش قلنا repair يصلح. Cheap. رخيص أو مش غالي صح؟ expensive غالي. modern حديث. إيش إيش الغلط بينهم؟ إيش الأد اللي هي إيش؟ repair لأنها فعل ويصلح. أما هدول يصلح هدول adjective. excellent رهف. adjectives. yes بيسان. شوفك ماس. Hello, good morning. Good morning, teacher. Yes, Bisan, number four. Map, dig, prepare, move. Excellent. What the ad word? What is the ad word? Dig. Dig, map, يعني خريطة. هلا dig. prepare و move هدول أفعال تمام؟ عنا dig يحفر، prepare يحضر، move يتحرك. عنا خريطة. خريطة نعم. لي اسم. لي اسم. now. excellent بيسان. good girl. لأنها noun لحالها اسم. كل مرة بيطلعوا لنا إشي عشان إحنا نصير نميز بين الكلمات. yes داري. yes نادين. Hello, Nadine. Hello, teacher. Yes, number five. Traffic, traffic light, petrol station, lazy, lazy, roundabout. Excellent. Which word is ad? Lazy. ليش؟ ما إلها دخل بالطريق. أول إشي excellent ما إلها دخل بالطريق وكلهم nouns إلا هي adjective. إيش معنى lazy؟ يعني كسول. أخذناها مع الجندب والنملة صح؟ صح. أخذناها مع الجراس هوبر. كان ليزي. excellent نادين. thank you. yes كرم the last one. كرم okay. Karam isn't here. So, Lean? Lean? قطع النت يعني عندي ولا ايش؟ لا. اوكي. Lean. طيب. أيمن. Yeah, good morning, teacher. Good morning. Yes. How are you? Fine. I'm fine, thank you. Yes, number six, the last one. Shadow. The shadow there. Excellent. Late, متأخر. Excellent. Screen, شاشة, والمختلف ناس late.
Excellent. عندنا shadow puppet screen. هدول لهم خاص بالتمثيل والمسرح. أما ليت فهي يتأخر أصلا. هي verb. بس كمان هي verb. Excellent. You are good boy, Ayman. Yes, you have to circle the adverbs. ويا ريت تكونوا يا رابع معكم القلم دايما تكتبوا النوتس اللي بحكيها أو الأشياء اللي هيك عجبتكم، الأشياء الغريبة، الأشياء اللي حبيتوها. أكتر طريقة ممكن تخليكم تحفظوا إنه تلفت أشياء انتباهكم، أشياء وتعلموا عليها أو تكتبوا، راح تضلكم حافظينها طول الوقت. أوكي، question number three. Complete the sentences with had to or have to. Had to in the past, في الماضي. أي إشي في الماضي منحط له had to. كان يجب عليك. أما have to يجب عليك. وإذا كان عنا singular منحط has to. وين وصل الدور عنا؟ عند جود بني هاني. ولين بعدها. أوكي يا جود. Good morning, teacher. Good morning. How are you? I am fine, thank you. Yes, yesterday, عشان امبارح بالماضي, I had to go home from school early because I was ill. روحت من المدرسة امبارح بكير لأني كنت تعبان. كان يجب علي أن أذهب إلى البيت مبكرا. Okay. Number two. To get to the shop, you have to. You have to. شو تعمل؟ Turn right at the traffic light. Excellent. Turn right at the traffic light. Thank you. Welcome. Okay, number three. خلي لين. Thank you, Jude. Yes, لين. يا مس. مس انت تبعتي كل اللي حليته قبل شوية. تبعتي لي. يلا حلي number three. He don't do well in his homework and yes. Yes, he didn't do well in his homework and ish. Do it again. ليش يا لين رحتي؟ طيب he didn't بالماضي، تمام؟ didn't في الماضي معناته بنقول هو ما عمل منيح في الواجب، كان يجب عليه إنه يعيده أو يعمله مرة تانية. When they are at the roundabout, ميرا؟ Yes, Mira. Okay, Muhammad Bini Nasir. Yes, teacher. Yes, Habibi. Number four. When they are at the roundabout, they يلا ايش بنحكي؟ When they are عادي في المضارع ايش بنحكي؟ نحكي when they are at the roundabout يعني لما يكونوا على الدوار شو لازم يعملوا؟ Have to turn left. Excellent. Have to turn left. ليش؟ لأنه حكى
ولما كانوا هم أو هم ولما يكونوا على الدوار لازم يلفوا على الشمال. Excellent. You are good boy. Thank you محمد. خلينا نصور الحل. Okay. Yes. We are now on page 51. How do these things answer the questions using adverbs? إيش adverbs؟ الadverbs حكينا اللي هي بتوصف الفعل، الصفات التي توصف الفعل. Yes, رغد. سوري كرم فتحنا. اوكي وين رغد؟ يس رغد. مرحبا. هلو رغد، good morning. good morning. how do you play football؟ بحكي I play football well. how do you run؟ I play fast or slow. بدنا نحطها adverbs، بدنا ننتبه منيح على هذا التمرين. يعني نحط أشياء، نزيد من عندنا أشياء. لا، بدك تحكي how do you run، بتقولي I run وبتحط الأدفيرب. how do you run؟ I run. بتركضي بطيء ولا سريع؟ slow motion. slow motion. طيب معناته slowly. I run slowly يعني أركض ببطء. طب إذا كنت تركضي سريع شو بتحكي؟ I run fast. Excellent. I run fast لأنه fast ما بتتغير. fast ما بتتغير. Yes Kinda. thank you رغد. good morning teacher. good morning Kinda. ليش تأخرت علينا يا Kinda؟ مش راحت علي نوم. يلا صح النوم. how do you swim؟ هلا ايش بدنا السؤال لانك هلا جيتي. how do you do these things؟ كيف بنعمل هاي الاشياء؟ answer the questions using adverbs. بدنا نحكي الاشي اللي بنعمله ونحط له adverb. اوكي how do you swim؟ كيف بتسبحي؟ I swim good. I swim good. نحكي good ولا إيش بنحكي إشي تاني بدالها؟ well. excellent. well. I swim well. good يعني well. تحكي I swim good يعني أنا أسبح جيد ولا أنا أسبح منيح يعني بشكل جيد. I swim well. طب إذا ما بتسبح منيح شو بتحكي؟ I swim bad. badly. excellent. I swim badly. ليش حطينا الLY؟ لأنها adverb. نرجع نراجع هلا بس تدرسوا ليوم الخميس رح تراجعوا كل هاي المعلومات. رح أرجع أدور على اللينكس وأبعث لكم إياهم الوحدة اللي هي الخامسة أو السادسة. أوكي thank you. yes مودة. welcome. hello teacher. hello good morning. good morning teacher. how do you sing؟ كيف بتغني؟ بصوت عالي ولا بصوت واطي؟ بصوت واطي. ايش بتحكي؟ I sing. I learn learned. شو learn؟ I sing. I sing. I sing. loudly يعني بصوت عالي. quietly بصوت واطي. واطي. yes I sing. quietly. I sing quietly. excellent. thank you Mawadda. you are good girl. okay. خلينا نرجع لعمر. yes teacher. how do you do your homework؟ كيف بتحل الأسئلة تاع الواجب؟ يعني I am doing homework
carefully يعني بحذر واهتمام. طب إذا بدنا ننفيها إيش بنحكي؟ إذا بدنا ننفيها I don't. Excellent. I do my homework carefully. طب إذا أنت بتقول أنا ما بهتم كتير للهومورك تاعي ما بحله باهتمام بتقول I don't do my homework carefully. Thank you, عمر. Please write the sentences. أنا راح أبعث لكم إياهم بس حاولوا إنه تكونوا معي. Okay. Now, number five. عنا LL اللي هي بتلتفظ L وحدة. عنا CK بتلتفظ K. RR بتلتفظ R وحدة. والC ممكن نلفظها C أو K. Okay. Yes, let's answer. Yes, سعد. Hello. Hello. يلا I'm at the beach. Looking for صخور. Rocks. Excellent. معناته إيش نحط C K. كيف نكتب كلمة rock? R O R O C K S. برافو. روكس صخور بنحط سي كي. تمام. ما؟ يس. مش عارف شيء؟ يس يو كان. مثلا صح لما بنحط او ان وذا بيجي اسم؟ بعدهم اسم. شكرا. خلاص هيك سعد؟ ثانك يو. بعد آ وآن وذان هدول الارتيكل بيجي اسم فقط مستحيل يجي فعل قبله آ أو آن أو ذا. أوكي يلا آمل جنان فتح عندك بس فتحتين طيب طيب عادي يلا قصي يس تيتشر يس نمبر 2 خليكي جنان انتي 4 at 1 o'clock هلا o'clock CK excellent وبل يلا بل ال ال continue read the full sentence the teacher rang the bell bell ال ال excellent at 1 o'clock the teacher rang the bell thank you قصي good boy yes جنان yes teacher okay so tomorrow بدنا نحكي tomorrow الار شو بنحط لها ايش بتكون هي ار ار بس هي بتنقرا ار واحدة tomorrow I will tomorrow okay. I will read my comic see excellent see بس بنلفظها اك قلنا الاي او السي باخر الكلمة قبلها اي تنتفض إك والسي إذا أجت وراها كيف تنتفض إك كوميك after school أوكي جنان thank you وسام نعم مس سوري وسام نعم مس yes number 5 The duck, CK. Excellent. The duck, اللي هي CK, had a... Had a long near RR. لا. إيش رقبتها؟ رقبة يعني... نيل. نيك. برافو. رقبة يعني نيك. Excellent. يعني CK, CK. انتبهوا على الكلمات. Clock, rock, duck, neck. أخذناهم برضو بالوحدة. أوكي يا
نعم. سري سري نادين، لنأخذ ناس ما طلعوا مرتين. يا زيد. ألو. Yes, miss. Number six. There was music. Excellent. يعني see at the pic. At the picnic. Excellent. See, see, بس هم بالتفضوا اك لأنه قبلهم اي وبآخر ال. بس لاحظتي انه قبل السي اي وقبل السي تبعت الميوزك برضو اي واخر الجملة كمان. طب مش الاي حرف علة؟ طب ليش ما تكرر السي؟ لا هلا هذا الكلمة الاصلية ما لهاش خاص بالتكرير الاي ار او الاي ان جي. اوكي اوكي. هذيك لما يكون عندنا اشي بدنا نضيفه على الكلمة الاصلية صح؟ Okay, Zed. Do you write all the words? رح نعيدهم سريع عشان سرعة تكتبوهم. Okay. Okay, we have just 5 minutes. My work. طبعا هيك بنكون خلصنا. إيش أفضل عندك وحدة من الوحدة الرابعة للسادسة؟ ايش افضل اغنية؟ ايش افضل اشي؟ هذا هيك يعني انتو بتجاوبوا عليه. لا تنسوا الامتحان. Don't forget the exam on Thursday. بكرة ما رح يكون عندكم حصة عشان تدرسوا منيح. حددت لكم على جروب بالضبط الصفحات اللي لازم تدرسوها. وطبعا اذا درستوا الريفيو 2 بالكلاس بوك بالورك بوك اللي اخذناهم هدول اليومين يعني بكون which is good يعني بكون كتير منيح وبتكونوا تمكنتوا من المادة. Thank you all and goodbye. Goodbye fourth grade.